مرحبا فيكم أصدقائي. طبعا هذا الفيديو رح يكون كتير قصير، رح أحكي فيه للمتابعين الجدد لقناتي كيف فيهم يلاقوا الفيديوهات اللي أنا بعملها على القناة، لأنه كتير بيجيني أسئلة إنه أنت عاملة مثلا فيديو عن الموضوع الفلاني، أنت حاكي مثلا عن طب الأسنان، حاكي عن الجينيتيف، عن الداتيف أو أي شيء تاني. لهيك رح أحكي لكم بهذا الفيديو على السريع كيف فيكم تفوتوا وتدوروا بقناتي على الأشياء اللي أنتم بدكم إياها، أو شو هي الشغلات اللي أنا عاملتها بالقناة. أول شي بدي أتشكركم كتير إنه صرنا سوا 30,000. هذا أول فيديو بعمله بعد ما صرنا 30,000 مشترك على القناة. بدي أشكركم كتير، وعن جد لكم شكرا على كل التعليقات الحلوة اللي عم تحطوا لي إياها، وعلى كل الدعم اللي عم يجوا منكم. الشيء الثاني بدي لكم اياه انه انا مثل ما انتم بتعرفوا عامله فيديوهات عن القواعد تحت البي اينز، وهلأ كمان تحت هذا الفيديو رح تلاقوا نماذج بي اينز محلولة. كتير ناس منكم طلبت مني انه حط شوية نماذج، فانا رح حط لكم اياها تحت. طبعا هاي النماذج بعت لي اياها واحد من متابعين القناة، وبدي اتشكره كتير وقول له عن جد شكرا كتير، لانه يعني كتير ناس طلبت مني هذا الشيء، وبالتالي رح حط لكم اياه بصندوق الوصف تحت. عاملة لعند البي اينز، وهذا الشيء انتو فيكم تلاقوه بحيث انه انتو تروحوا على البلاي ليست بصفحتي وتفوتوا على شيء اسمه غراماتيك. انا مقسمتهم، عاملة مجلد اسمه غراماتيك بتلاقوا فيه كل شيء، في مجلد اسمه اينز في القواعد اللي مختصة بالاينز، في كمان مجلد اسمه اتسفاي، وفي مجلد اسمه بي اينز حاطة فيه كل شيء قواعد مهمة للبي اينز او بتاخدوه بالبي اينز. فانتو اذا بدكم تدرسوا مثلا لحد مستوى البي اينز لازم تفوتوا على مجلد اينز، اتسفاي وبي اينز. هاي بالنسبة للقواعد. هلا بالنسبة لفروع الجامعة، فانا كمان حاطهم كلياتهم ببلاي ليست. مجرد ما انتو فتوا على قناتي وفتوا على البلاي ليست بتلاقوها مسميتها اوني وفروع بالجامعة. كمان هلا طلعت جنبي فيكم تعرفوا كيف شكل المجلد، تروحوا لهنيك وتشوفوا شو حاكي او شو الاشياء اللي انا حاكي عنها. بالاضافة لهذا الشيء فانا حاكي عن البكالوريا بالمانيا، ستوديوم كوليج او السنة التحضيرية، حاكي كمان عن مناطق سياحية بألمانيا. انتو اذا حابين مثلا تروحوا اي مدينة وبدكم تعرفوا شو هي المناطق اللي ممكن تنزار، فبتلاقوا بمجلد اسمه زينز فوديشكايت ان دويتشلاند، وفيكم تشوفوا شو هي المدن اللي انا حكيت عنها. والشغلة الثانية اللي انا كمان عاملة عنها هي جمل مستخدمة بالحياة اليومية، عاملة مجلد كامل حكي فيه عن تعبيرات بالعامية، محادثات، كتير شغلات تانية. و بآخر شيء بدي لكم اياه هو انه عاملة عن هدول الافعال اللي بيجوا معهم احرف جر محددة مسميتهم اين فيرب اين بريبوزيشن، بتلاقوهم كمان بمجلد لحاله. اذا من الاخر اذا انتم بدكم تلاقوا اي شيء انا من اللي حكيته بتفوتوا على البلاي ليست الموجودين عندي على القناة. اما اذا انتم بدكم تدوروا على فيديو محدد فيكم تضغطوا على بحث وتكتبوا اي شيء انتم بدكم اياه، لنفترض مثلا أديكتيفا، وراح تلاقوا فورا إذا أنا فعلا كنت عملته لهذا الدرس. وهيك تسهلوا على حالكم، ما تكتبوا لي مثلا عاملة عن هذا الفيديو، أنا مثلا أرجع أبعث لكم إياه أو طول لرد. ممكن أحيانا إذا إجاني كتير رسائل ما بقدر رد على الكل بنفس الوقت، فهي بس كانت تب بسيطة. وبالإضافة لهذا الشيء كمان قلت بهذا الفيديو إنه أحط لكم كل الروابط تبع نماذج البي أينز اللي حكيت لكم عنها. فا يا هذا الشيء اللي كان بدي اقوله، بتمنى لكم نهار سعيد، بس تو نيكست مال، تشوز.